والسلام عليكم ورحمة الله. يا مرحب الساعة، يا أهلا وسهلا فيكم. في كنت بقول سيتي سكاي لاين، تخيلوا في سلسلة جوراسيك وورلد ريفولوشن منذ سكان ور. إن شاء الله أصلا ما بتنفع الجزيرة هاي، خلاص انحى الجزيرة استخلينا. نبى ننتقل لمنو؟ أبى أنتقل لهالجزيرة، أبى أنتقل لهالجزيرة. بعدين بشوف من هاي خلصنا مشناتهم، هاي مشناته خالصة، هاي مشناته بعدها مش خالصة، عقب بخلصها مو مشكلة عادي. عندي هاي مشناته مش خالصة بعد، هي هاي تكانو. ليش مش خالصة؟ أنا مخلصنا كلهم خلصنا. لوكت في بعد عقبه. أوكي مو مشكلة. الحين بنحاول نحل صورنا، صورنا ما اعرف شو سالفته الحين ما شفته، بس حان الوقت ان نشوفها الصراحة ونشوف شو موضوع صورنا وشو الدنيا. ايضا اني اكبر جزيرة قبل الجزيرة الاصلية. الجزيرة الاصلية متى مفكها ما اعرف الصراحة، بس هذا بيكون البروجكت النهائي يعني. اظني الجزيرة الاساسية ايش. For the unexpected. شو هذا كله؟ shouldn't be unexpected, but you know, it just always is. ليش كلها حماية؟ An island Dr. Malcolm's all too familiar with, Site B. Long since reclaimed by nature, most. اوف. Taming this place will likely be your toughest challenge yet. And speaking of taming, a number of wild attractions make up the local population. Full disclosure, some of them have very long security center. Do not let this place fool you. Like Central Park in New York City, what appears to be nature is actually an elaborate illusion. This island, interesting. Dinosaurs are running wild. But that can't be true because they're contained, aren't they? Their situation and their existence is both artificial and real. عندي ديناصورات مهددة، يبغى لها صبر طويل. جراند هاربيفور فيدر، كلهم هاربيفور، ما في عندنا كارنيفورز. هلا نعطي سكادولينج. سكادولينج ثلاثة. سكادولينج زين، وبنحط اكيروسي تو سبيد 3.0. اكيروسي فتحنا 3.0، فتحنا 3.0. بنبدأ ننظف المكان. والله بياخذ وقت تنظيف المكان صراحة، بس في نفس الوقت الحين اللي نبى نسويه، نبى نسوي حظيرة أساسية ولا شارع أساسي اللي هو راح يضمهم، اللي هو راح يكونون وين احطيهم مكان زين. بدنا نحطيهم، تعرفون شو؟ لحظة خلنا نشوف الخريطة. نسوي حظيرة ربعة رقم واحد بالطريقة هاي، يعني يبغى نهم الكريشن لاب الطاير. اوكي هني بعيد عن العالم. نعمل كريشن لاب، مش لازم يكون موصول في الدنيا يعني، كلها مش قضية يعني. بس هي لهم حظيرة في نفس الوقت. هذه الجزيرة لازم تكون مربعات أصلا، ما بالمساحة مالها مساحة، أي مساحة غير مكشوفة ما بها. يعني المرات الضيقة هاي أنا ما بها. خلنا نعقهم ورا، نسوي لنا باب هني، باب هني زين. نبني جدار، نحطي هاربور فيدر انسايد.
لأن هني بيكون هني الناس بتطالع. بس هاي المساحة مش كافية، أكثر من كافية، بس ما نحتاج مساحة أكبر حاليا. شنو نسوي للبستركتد؟ لحظة، أنا إيش الأشياء الكبرى اللي هنا؟ هاربابل فيدر هذا مسوي أزمة. أوكي مشكلة، سألنا نسكرة في السالفة. ذبح كم من واحد وروح. عندي واحد لاحم كان في الوسط، انا ما شفته. لوني شفته في الوسط من البدايه، كنت حطيت له مكان ورتبته وضبطته وسنعته، بس ما شفته من البدايه. بس خلاص عادي، برايي مو مشكله. ونحط حق الجماعه الطيبه هني مكان يشوفون، مكان في نفس الوقت حق دكاكين، كان حق دكاكين في نفس الوقت. والله حرام مات علي هذا الصراحة، بس بعيد يعني. أنا أساس إني أوصل لأي حد أطول. شكله بيذبح فيهم قبل أن أوصل. الديناصور هذا وين صار؟ سبينوسورس. هذا المكان شوي اوت اوف كنترول الصراحة، بس اظن اتس اوكي. هاي ربعنا ايش اخبارهم؟ population social food ما عندهم. اوكي فود ما عندهم، هذا لهم مسدوحين كلهم. خلنا نوعيهم مرقاد رقود كلهم هاي. امورهم طيبة هاي، بس يبالهم ماي واكل. عندهم جراس لاند، عندهم فورست. بحط لهم شوي شير بس زيادة. زين يبالهم شو بعد؟ واتر اوكي، هذا اوكي، فورست اوكي. خلاص الحين كفورت 100%. امورهم طيبة هاي. الحين بنبدني بالناس على طول، يعني نبال الفايدة شغالة من البداية. ما انا بقعدت تقلد شو تقلد بعد، ما نبي نقعد من البداية. بور فاريتي اتس اوكي عادي، مو مشكلة. هذا حق الريتنج الحين لاحقين عليه الحين، بس نبي مهمات في البداية. نستلم لك مهمة على اساس نبدا نفتحها شوية. نبدا نكتب باور جفت شوب، نايس. بس الحين مرة تم جفت شوب ما يبغى شيء، حتى هني ما يبغى الكهرباء، موجود كهرباء. حاطين ال اسم العود، مرة طيبة. هذا قفتشوب، قفتشوب بحطيه متوسط مو مشكلة. بحاول ابدأ اسوي مايكرو مانجمنت على اساس ان الامور تمشي بسلاسة اكثر عن الاول. شوي سلس اكثر مايكرو مانجمنت، اخلص من واحد زين بعدين اشوف الباقي. مش اني اقعد طفر بعمري. زين نبا مبنى وين؟ هني ولا نحط لهم المباني الثانية العادية؟ well done expanding the facility and getting those new buildings constructed. لا بس هذا، بس ما يبغى أكثر. يعني دكاكين غيرها سوالف، دام المساحة كافية ما لدي أضيع مساحتي. خليني أهتم في المساحة، ما لي عدل. لو ما اهتميت فيها أوكي، هسه أضيع مكان الفاضي حرام.
زين شو السالفة شو صاير؟ ها خدرت هذا خلاص خلنا مخدر بس برايه هاي شو؟ كلهم نفس النوع كم population مالهم؟ شكلي بشيلهم ببيعهم حد ال population مالهم هدي ال population 5 to 15 كم واحد عندي هنا؟ 1 2 3 4 5 6 حطي كم واحد هني الخمسة هاي اللي بضيف لهم بتشوف اذا المكان اخاف ما كفيهم اذا ما كفاهم ببيع النمار ما هد الناس في مكان خطر نفس هذا بيسوي لي مشاكل بخلى المكان هذا اوكي المنظر تقريبا زين يبالنا لا اوكي لا اوكي وايد زين نبا ما مات إذا رنترتين كنت يكفوت في 10,000 دولار عندي رنترتين أسرا لا أوكي مني برنترتين الحين نحن أسرا في مرحلة شو نسوي أسرا كبر المكان بس نسوي له ريكفر نسوي له تصريح بس فقط لا غير يعني ما قاعد نسوي شيء فعلي ترى كل اللي نسوي إنه قاعدين نضبط المكان. أني بالشارع مال لين هني. بس حلو المكان حلو الطريقة اللي مسوينا فيها حلوة الصراحة. تحس أحس في حماية شوي. 200,000 per minute. أوردي أنا عدد 50,000. أوكي. Interesting. Interesting. هلا شكلها راح تكون ممتعة شوي. خلنا نعق هاي هني بس اخاف المكان ما يكفيهم فقط الشيء الوحيد اللي خايف منه الحين بس هو انا اكتشفت مع الوقت مع دزر نسويها انه مكان مفتوح مكشوف على بعضه افضل مكان يعطي معطيات حقهم ترى على فكره يبالهم شوي فرص زياده هاي خلهم يخشوا مكان بعيد عن العالم حصلوا لهم خشه شوي يرتاحون اكل موجود عاد لا تشكون أكل موجود بس أنتم مش قاعدين تستغلون الأكل. أنا أردي على 130,000 يعني أردي بادي بداية طيبة يعني. لا بس يعني. خلنا نشوف نصورهم نشوف كم مستوى صورهم هاي. ممكن حتى ما يسوون شيء الحين من البداية أسرع. بس أنا ما عدلت شو مشكلتي ما عدلت ال. هاي الباب هذا. ما عدلت لهم ال. براي براي انا صورة شو بببت هاي وهو ياكل ما يسوى 5,000 ديناصور فوتو وورث اوف 10,000 بس سوي حق هذاك عقب اللي ميت هناك عرفتوا؟ مش الميت اللي مخدرين هناك ما تسوي لعق مو مشكلة Perform Successful Expedition and La Colonia Formation يبالنا Expedition Center هني في مكان نبني؟ يب ما نحطه هني بعيد عن الانظار أول ما يدخلون يشوفونه مو مشكلة بس عقب ما باهم شو وين Expedition Center؟ هذا حطي مكانا زين ورا البروتكشن حطي مكان طيب شو اخبار كهربا انيوس باور 9 نعم احتاج زيادة بنحتاج اوتج بروتكشن بنحتاج امبروت اوتبوت بنحط reduced upkeep حق balancing بس بنحتاج فوسل سنتر اذا حطينا هذا بنحتاج فوسل سنتر فوسل سنتر ترى اذا يبنى اي شيء نبى مكان اداريا جيد ما مشكلة بنحط له لا شوية هاي بنحط هذا هو مشكلة
افكر احط الدكان والله. تبون صدق دايركت؟ يبالي دكان، يبالي دكان. حط هذا، حط ريستورنت مطعم. افا ابستراكتد كل مكان. ايوه اوكي، هذا اوكي، هذا وايد زين مكانه. مطعم توي شوب بيستي مكان بعد زين. توي شوب بس بيمشون الاكسبيديشن سنتر. لا ما بعرف يمشون الاكسبيديشن سنتر. شوف اي شيء على المداخل غالي اصلا من 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 استوى، من استوى العصر. خلنا نرفع سعره هني، نحطيها نرفع سعره لـ20. الزباين فل، خلنا نعطيهم ناس زيادة تخدمهم. هذا الشوبينج، هذا الشوبينج، وعندنا كومبليت. ايوه صح، نبغى اكسبيديشن الحين بما نفتح. احنا مصر طلعت عنا. ليه؟ عجيب. تونس، برتغال، بريطانيا من قبل موجود. اوكي خلنا نشوف هو وين كان. يبا لا كولونيا، نشوف خلنا وين نشوف لا كولونيا فورميشن. هني استراليا يمكن؟ لا استراليا رقم واحد. كلف امريكا المهمات. ليش ما يعطون، ليش ما يعطون مهمات برا امريكا؟ ما هو اللي بعرفها. لا اعطونا صح، اعطونا مهمات برا امريكا قبل. اظني اعطونا. هي وين صار هذا مكانه؟ لا كولونيا وين صار؟ معقولة مش موجود يعني؟ مستحيل مش موجود، يمكن تحت هنا. ايوه هذا، دورت كل مكان الا تحت. هني المصيبة، هني تدخل كل شيء غالي. 28 في زحمة ما في زحمة. انزين هذا ليش اسوي له بقريد؟ توي شوب. هذا عاد دخول 28. ما انا بستفل الحين، ما في زباين. بيونا زباين شوي شوي، مو مشكلة عادي. نفس هذا الحين، هذا ظني فول زباين يمكن. لا بعده 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 مش فول، يباله شوية. انزين وين الباقيين مالنا ربعنا؟ وينهم؟ لحظة مش هذا، خلنا نجيبهم هني ونشيك على وضعهم. زين شوف شو وضعهم الحين بعد ما جبنا لهم ناس زيادة. لا اوكي مية مية، بس الماي شوي ناقصنهم والاكل. اوكي بنحطي لهم اكل زيادة، مش قضية الاكل يعني. should be fine. حطي لهم اكل. وبعد ما يبون فوق الماي اللي عندهم، والله يحتاجون الماي هاي. لا اوكي مو مشكله، حطي لهم ماي. كل ديناصور اصلا له احتياجه الخاص يعني، بعضهم يبى ماي وايد، بعضهم يبى كذا وايد، بعضهم يبى شيء ثاني وايد، ما تعرفهم شو يبون. هني الارض مبسيده لنا عادي، مو مشكله نحطي لهم ماي. ليش ما نحطي لهم ماي؟ ماي شيء رخيص وزين. الحين سوشيال جروب مالهم كم؟ اوكي اعطينا 10، معناه بيسوون نعم 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 ان شاء الله ان شاء الله صحيح انها الحقيقه. انزين خلنا نعطيكم تراك ثاني.
ويتكلم تيتروسورس والانتنسيف ريبير موديفيكيشن. انزين هاي في تم في يعني ديناصورات هي تم بس خلنا اني بهذا الحين ونشوف اذا امورهم طيبة. هي طيبة بس اذا امورهم مش طيبة ببيع كم واحد بس عشان ارتاح نفسيا من الصدع يعني لاني بينقصهم اكل على الاغلب بيسهل يكون اكل وايد بس الاكل مش قضية بما ان احنا ندخل فلوس الحين 144 الف شي زين يعني ترى مش سيء. هذا شو زاد الكاستمر هني يعني بيزيد على راحته شوي شوي دام انه يغطي خسائر اخله يغطي خسائر اخله بس هذا اهم شيء. ايوه نزلوهم النظام نزلو هني نشوف شو الوضع. اللحم هذاك والله ما ادري وين احطيه بس بحطيه مكان بحطيه مكان بروحه لازم احطيه لمكان بالطول بعد شيء اذكر احطيه وين. ها اوكي هذا نيو جينوم اوكي يتشاردون من بعض خلنا نبيع اثنين ببيعهم هاي خلاص لان طفنا السوشيال نمبر مالهم فما له داعي ما له داعي. اوه يا الناس عاصفة يتنا خلنا نحطي لنا ستور ديفنس يبقى نستور ديفنس اصلا ما يبالي والله تكون صدق هو فعليا ما يبالي بس المشاكل اللي سويت الماضي خلنا احتياط توصل توصل خلنا احط استرم الفنس احتياطا على المشاكل اللي سويت عندنا في الماضي. انزل خلنا نبيع هذا نبيع هذا يعني مفروض انه نيبرينجر تيم بعد يعدلنا هذا. في شيء ثاني اخترم على عصفة لا امورهم طيبة خلاص امورهم طيبة. ها 61 سيطلع فايدته والله المحلات هاي ترى منها فايدة وايد انت تسهنون فيها بس الواقع لو النيلة ترى تدخل فايدة حلوة ترى بس يستويز بس لازم النيب شيء نسوي زحمة نحن في المكان اذا ما سوينا زحمة ما تضبط الوضع. ايوه تعالوا صلح المكان هذا. كم واحد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 بعناهم اظن 9 بيكون اوكي في السوشيال جروب مالهم ولا بعد اللي بعناهم لا بعد السالفة كذي بعد ببيع 2 خلنا نبيع 2 غير نعدل السوشيال جروب لانه بس يضرب شوفوا قاعد يتشاردون بعض بيكسرون يدران بيسوون لنا مشاكل. اذا نزل وايد الكومفورت هي اتاكن فنس مو مشكله هذا انها تعبان اصلا ما عنده ذاك البور انه يكسر الادار لكن الاحتياط واجب نكون عندهم شوي نراقبهم. شوف سوشيال جروب مالهم نعدله شوي كومفورت قام يزيد اوكي هاي السهل ارضاءهم نفس اللي عنده ركس هذا مصيبه يضاربون بعد ها بينهم ضرائب سبت السوشيال زين خلاص ارتحتوا يعني خلاص كومفورت فول ليش تضاربون خلنا على الاثنين هاي اللي بيسوي لنا مشاكل اليوم. بتتصالحون ولا كيف؟ متصالحون ولا كيف؟ هي تصالحوا خلكم بريايل صالحوا نبعنا عدلنا السوشيال جروب خلاص تيجي أبعد أتاكينج فنس
لا اوكي ارتاح نفسيا خلاص، اهم شيء انهم يرتاحون، دام مرتاحين خلاص خلوهم، اهم شيء انهم مرتاحين، لان نحن عندنا الحين ازمه، ازمه راحه، ما مرتاحين هاي لها. سنت المكان والله يبالها شغل. انزين خلنا نشوف الخريطه مره ثانيه، احط حوطه من هني لين هني، لان في درب صح. انا بقول لكم هذا حق منو، حق هذاك اللاحم، نجيب هذا. مشكلة هذا ياخذ مساحة، ترى هياخذ مساحة، بس ما بحط له لحظة، ما بسوي بريتشي، بسوي بريتشي عندنا. خلنا نفكر في الموضوع، بسوي هني بريتشي ولا ما له داعي؟ شوف وبستركتد اصلا مبونة، وهني هذا الدرب عمر، بنحط له شارع، بنسوي دنيا، مكان كبير اكبر من اللازم. بس شوفي هنا سبب يكون ابستراكتد، خلنا نشوف المكان لحظة. ماي الحين ماي يسوي لكم ازمة، خلنا نمسح الماي، هاي يركب بدون ماي يركب. اذا بدون ماي بيركب، لحظة شو بسوي له انا، بسوي مكان، بنسوي مكان رقم واحد. لحظة انا نشل هذا ونبلنا شارع من ورا، لين هني ونبه الشارع لين هني، هني الخطة. الحين بيب اللحم هذاك بعقه داخل هني، السيدة حق البيونج بلاتفورم، ما بخشات في المكان. ما ولا خشة في المكان، شوفوا ولا خشة. والنيب وين صار؟ وين صار هذا؟ هذا هو شغلانة، هي شوي بس شو تسوى، شغلانة بس تسوى. لأن في النهاية هذا اللي بيدخلنا فلوس، ترى خلنا نحط له هذا، دائما يعرف يهجم معناه يعرف يدبر أموره. هذا ينفع مكان حق دكان، إن شاء الله يركب الدكان، بس قولوا إن شاء الله. عندي مشكلة أنا في الدكاكين، ما يركب صح عندي. حطي هذا هني، وين مكان كهرباء هني. اوكي اوكي ممتاز. يبغى باب، بس باب. شوف هاي شغلات مانجمنت احنا سويناها من الحلقه الاولى، لازم كلكم تعرفونها خلاص يعني، وش انا قاعد اقول لكم اياه يعني. ف نبغى ماي، اكيد بدون ماي ما في حد يعيش. خلي يبونا هذا من هناك، ناقص النبور، وين احط ابا مكان استراتيجي احط فيه الباور بلانت، مش مكان عشوائي. ممكن انا سويت زحمه في المكان، لاني ما سويت زحمه، كان ممكن احطيه هني، بس مو اني حطيته خلاص. لحظه خلنا نشوف الاماكن، بفتح إدارة ثانية هني، هاي بكون مباني إدارية. أوكي اتفقنا، هني مباني إدارية، نروح ندايركت لمنو، نروح ندايركت الشارع اللي هني. بس ما أعرف هل الخطار يستوي له درب ولا لازم، هي
هي ولا لازم اسوي شو اسمه لحظة هذا بيأذيني وبستركتد بالمي كل شي بيقول لي مي مسوي لازم حياته ما كنا في الدنيا هاي مي اللي عنده مزين خلنا نشيل كل شي مرة 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 كل شي كل شي كل شي كل شي بشيل كل شي زين وبنسير نحط لنا فور بلانت مش هني لا الصوب الثاني بحط كم مبنى إدارة هني بعد شكل على الأغلب زين تعال انت نباك مطلوب انت حيا او ميتا اصلا ما اظن شكله اوكي بس الشارع لكم عليه يعني اوكي وصلنا كهرباء وشارع هناك الحين كيف متوصل وين صار هذا صديقنا وينه علومه شو ناقصنا يحب يتخشخش هذا صح وينك اوه تعال ما رو مدق عليك كلكة هذا هو كلكة الحين اوكي يبقى بعد مساحة يبقى جراس لاند مش مساحة لحظة نشيل هذا مو وياها نشوف الحين اوكي ممتاز شلينا ما يبى شير هذا اصلا ما يبى شير مريح راسه ولا ماي ولا شيء ولا هم يحزنون مرة خليك مرتاح دام ما تبى شير بشله انا بعد ما ابى انا باللي خطف من فوقك يشوفك انا باللي خطف من عندك يشوفك مرتاح سوشيال هذا ما يربع مع حد ثاني سوشيال جريد 0-1 عندي انا سبينوسورس سؤال انا عندي هذا هاي جديد شكله شيبة شوف الوي شو الوي ليش شيبة شكله لا ما عندي انا هذا الديناصور يعني حتى مرمي حطي لحد ثاني اذا بغيت بس اظن بيكون امورة طيبة حاليا امورة طيبة دام انه راضي دام كومفورت مال امية ما بيسوي المشاكل المهم هاي كانت الحلقة مع زياد سورنا اشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.